بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 22 في مدارسة كتاب أحاديث في الفتن والحوادث للشيخ محمد بن عبد الوهاب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب في خروج الدابة. ولابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك سنين، فأراني عصا له، فإذا هو فأرانا عصا له، فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا. يقول رحمه الله تعالى: باب في خروج الدابة. هذه الدابة التي هي آية من آيات الساعة الكبرى التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة. فأما ذكرها في القرآن فكما في آخر سورة النمل في قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ففي هذه الآية ذكر إخراج هذه الدابة التي تكون إذا وقع القول عليهم بانقضاء الدنيا وإقبال الآخرة ووقوع الأشراط الكبرى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. إذن هذه الدابة ستخرج على الناس ضحى، أي في رابعة النهار، في وقت لا تخفى فيه هذه الدابة ولا يخفى ظهورها. الحديث. وفي قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذن هذه الدابة من الأرض، فهي آية أرضية في مقابل الآية السماوية، وهي طلوع الشمس من أين؟ من المغرب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى على إثرها، أو فالأخرى تليها قريبا. وفي قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، معنى تكلمهم أي تحدثهم وتخاطبهم، فتخاطب المؤمن باسم الإيمان والكافر باسم الكفر. ولهذا جاء في قراءة أبي بن كعب: أخرجنا لهم دابة من الأرض تنبئهم. وهذا فيه أن معنى ذلك هو مخاطبتهم ومحادثتهم.
وجاء في قراءة أخرى وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم. تسم المؤمن بسمة وتسم الكافر بسمة. ومن أهل العلم من جمع بين القراءتين بأنها تكلم المؤمن بكلام وتسم الكافر بسمة، فهي تكلم المؤمن وتكلم الكافر، كما جاء في الحديث: ما من كليم يكلم في سبيل الله إلا إذا جاء يوم القيامة إلا والكلم يثخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي قراءة يحيى بن سلام: تحدثهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تحدثهم. وهذه القراءات قراءات تفسيرية، ومنها ما هي قراءة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أصحابه. ثم ذكر حديث ابن ماجه بسنده عن بريدة، وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي، قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. الحديث هذا الحديث فيه ضعف، ضعفه البوصيري في حواشيه وتعليقه على سنن ابن ماجه في كتابه مصباح الزجاجة في تخريج أحاديث ابن ماجه. وهذا الموضع القريب يحتمل أنه جنوب مكة مما يلي الحسينية، فإنها أرض ذات رمل، أو في جهة الجموم في شمالها، أو في الجهات الغربية في غربها، فإن غرب مكة أراض وكثبان رملية. والحديث يدل على أنها تخرج من موضع خارج مكة، والحديث فيها ضعف. وأصح ما جاء فيه أن هذه الدابة تخرج من مكة، خروجها من الحرم، قيل مما بين الركن والمقام، وقيل مما بين الركن والحجر الأسود في صدع في الكعبة، وقيل من الصفا. فأكثر الروايات أنها تخرج من أين؟ من الحرم. وجاء في حديث يأتي أن خروجها ثلاث خرجات. طيب، هذه الدابة ما كيفيتها؟ ما صفتها؟ كذلك الروايات فيها مختلفة، ولا يصح شيئا يعول عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما جاء هو آثار، منها ما يصح ومنها ما يضعف، وما صح منها فليس له حكم الرفع، لأنها نقلت عن بعض الصحابة الذين أخذوا عن بني إسرائيل، كما سيأتينا في حديث أبي هريرة، والذي نؤمن به أنها دابة تدب على الأرض. قيل إنها الجساسة، وقيل إنها فصيل ناقة صالح، فإن صالحاً رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب به قومه حتى يأتيهم بآية، فأخرج الله لهم آية له من عرض الجبل ناقة لها شرب يوم وتعوضهم عن هذا اليوم باللبن، ولهم شرب يوم، لكنهم عاندوا وكابروا وكذبوا صالحا وأشركوا. فتعاطى شقي ثمود فعقر هذه الناقة، وكان لها فصيل أي حوار، فلما عقر هذه الناقة التي جعلها الله آية على صدق رسوله صالح، ارتفع وصعد هذا الفصيل إلى الجبل، وأصبح يرغي ثلاثة أيام يستنزل عليهم غضب الله، ثم جاءهم عذابه سبحانه. قيل إن الدابة فصيل ناقة صالح،
وقيل غير ذلك، وكل هذا ليس فيه خبر صحيح يعول على مثله، إنما هي دابة تدب على الأرض، تدب على الأرض تكلم الناس وتكلم المسلم باسم الإسلام وتجلي وجهه بنور الإيمان كما سيأتي، وتكلم الكافر وتجرحه بأن تسمه على خرطومه وعلى جبينه بوصف الكفر، حتى إن الناس يعرف بعضهم بعضا بالإيمان والكفر من أثر هذه الدابة. وأبعد من هذا من ذهب إلى أن الدابة إنما هي المخترعات الحديثة، فعدها كالدواب كما في السيارات والطائرات والقطارات وغيرها من الدواب من المخلوقات من المصنوعات الحديثة، فمنهم من جعلها أنها هي الدابة، واللغة والشرع لا يسعفان ذلك. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الخوان ليجتمعوا فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وحسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة، ورواه كذلك ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة، يعني في آخر الزمان، ومعها خاتم سليمان بن داود، معها خاتم سليمان بن داود، فإن سليمان بن داود عليهما السلام كان له خاتم، كان له خاتم أبعنت له به الجن، ومعها عصا موسى بن عمران التي جعلها الله آية له، فتجلو أي هذه الدابة وجه المؤمن بالعصا، تمس بالعصا وجه المؤمن فينجلي ويصبح كالكوكب الدري كالقمر مضيئا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم فيكون سمة له ووسما عليه، والله جل وعلا يقول في الكافرين: سنسمه على الخرطوم. حتى إن أهل الخوان، أصل الخوان الطاولة التي يوضع عليها الطعام، ثم سمي الخوان اسما للنزل الذي ينزل، وجاء في لفظ الحديث في السنن: حتى إن أهل الحواء ليجتمعون، والحواء البيوت المجتمعة في حي واحد، ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن. عرف المؤمن من إجلاء الدابة وجهه وتحديث الدابة له بوصف الإيمان، ويقول هذا يا كافر، عرف أنه كافر مما وسمته الدابة به على خرطومه أي على أنفه أو على جبينه ومحادثته إياه بأنه كافر. ولهذا هذه اللفظة في الحديث تفسر قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، في قراءة تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لم يوقنوا بآيات الله الدالة على ربوبيته وآياته سبحانه الدالة على وحدانيته في إلهيته وآياته الدالة على صدق رسله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا الناس ينزل عليهم الوعد ويجري عليهم الوعيد فلا يتأثرون به جدا، فإذا جاءتهم الآيات والنذر انتبه من ينتبه منهم. ومن هؤلاء أيضا من تبلدت أحاسيسه وثقلت مشاعره حتى لا تحركه الآيات والنذر،
هؤلاء والعياذ بالله من قلوبهم أشد صلابة من الحجر، فإن الحجارة تهبط من خشية الله، وإذا كثر تنقيط الماء على الحجر حفره. أما من القلوب، من قلوب عباد الله، من هو أثقل وأشقى وأجلد وأصلب حتى من الحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وروى ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور، وعينها عين الخنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وصدرها صدر أسد، وقرنها قرن أيل. وقرن الأيل هو الوعل، ومن الوعل ما يسمى بالوضيحي، التي لها قرنان طويلان كأنهما سيفان متوازيان، هذا الأيل الوضيحي، وهو نوع من أنواع الوعول، ويسمى بالمهى. نعم. وقرنها قرن أيل، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هرة، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، معها عصا موسى وخاتم سليمان، ولا يبقى مؤمن إلا نكتته بعصا موسى نكتة بيضاء يضيء لها وجهه. عندك نكتة ولا نكتة؟ أظنها بالضم. إلا نكتت وجهه، إلا نكتته بعصا موسى نكتة بيضاء، أي يجلو منها وجهه. نعم. أحسن الله عنه. ولا يبقى مؤمن إلا نكتته بعصا موسى نكتة بيضاء يضيء لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود. نعم. أو فيسود لها وجهه. أحسن الله عنه. فيسود لها وجهه حتى أن الناس يتبايعون في الأسواق بكم يا مؤمن وبكم يا كافر، ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أنت من أهل الجنة وأنت من أهل النار. وذلك قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم. الآية. هذه الرواية التي رواها ابن جريج عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه، فعبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام من المهاجرين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهم. الزبير أنكحه أبو بكر أسمى، فكان بهذا عديلا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فأسماء الكبيرة مع الزبير بن العوام، وعائشة الصغرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء ذات النطاقين أتت بعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، وعبد الله بن الزبير أحد العباد لها الأربع من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، وأصغرهم عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. عبد الله بن الزبير ممن أخذ عن أهل الكتاب، عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه، ولهذا لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالرفع، بأن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من قبيل الرأي أو من قبيل أنه لا مجال للرأي فيه، فإنه لا يعول على ما جاء عن ابن الزبير لاحتمال أن يكون مما أخذه عن أهل الكتاب، ولهذا صيانة لهذا الأصل لم يقبل أهل العلم ما كان موقوفا على ابن الزبير، وكذلك على ابن عباس
وعلى أبي هريرة مما لا مجال للرأي فيه لاحتمال، احتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل، فيصان بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من الصحابة فقال قولا لا يقال مثله بالرأي، ولم يعرف هذا الصحابي بأخذه عن بني إسرائيل، فإن هذا له حكم الرفع. يقول أخونا هناك عطنا مثال، مثاله ما ثبت في تفسير قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الكرسي؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش، أي كالعتبة إلى العرش. هذا الأثر جاء عن ابن عباس، وابن عباس وهو من هو في علمه وفقه وفهمه، إلا أنه أخذ عن بني إسرائيل، أخذ عن كعب الأحبار وعن عبد الله بن سلام وغيرهما، وليس هذا القول مما هو له مجال في الرأي والاجتهاد، لأن هذا القول من علم الغيب. ولما كان ابن عباس كذلك لم يعول العلماء على هذا القول، حتى جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قولا كقول ابن عباس رضي الله عنهم، فقال إن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش، فعرف أن هذا ليس من قبيل الرأي، وإنما هذا مما له حكم الرفع، لأن أبا موسى الأشعري لم يأخذ عن بني إسرائيل. وهذا هو أصح التفاسير في معنى الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. وثمة تفسير آخر أن وسع كرسيه، أن الكرسي هو العرش نفسه. وثمة تفسير ثالث وكلها جاءت عن السلف، أن الكرسي هو علمه، فيكون التقدير وسع علمه السماوات والأرض. وكلا التفسيرين الأخيرين ضعيفان، والصحيح أن الكرسي موضع قدمي الرحمن كالمرقاة إلى العرش، ويدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه المسمى عند العلماء بحديث الأوعال، مثل السماوات السبع والأرضين السبع، إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ومثل الكرسي وما فيه إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. وهذا الأثر عن ابن جريج عن ابن الزبير من هذا الباب، لكن إذا أعملنا عليه النقد، نقد المتون، نجد الألفاظ منها ما هي من أخبار بني إسرائيل فلا تصدق ولا تكذب، ومنها ما جاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في وصف الدابة رأسها رأس ثور، وعينها عين الخنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هرة، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، كل هذا مما أخذ عن بني إسرائيل فلا نصدقه ولا نكذبه، وإنما نرويه هكذا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاثة، أخبار المروية المتلقاة عن بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما وافق شرعنا من أخبارهم فنقبله، لا لأنه
من أخبارهم، ولكن لأنه وافق شرع الله عندنا. النوع الثاني ما خالف شرعنا من أخبارهم فنرده لأنه خالف شرعنا. النوع الثالث ما لم يوافق الشرع أو يخالفه فنسكت عنه، لا نقبله ولا نرده. ولهذا كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بعد أن نهى عن ذلك في أول الأمر لئلا يلتبس وحي الله بأخبار بني إسرائيل. وأما ما جاء في قول ابن الزبير ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فكما مضى في حديث السنن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لا يبقى مؤمن تلقاه هذه الدابة إلا نكتته بعصا موسى نكتة بيضاء، كما جاء في الرواية السابقة حديث أبي هريرة: إلا وأجلت وجهه بهذا العصا فصار وجهه مضيئا نيرا كالكوكب الدري. وهذه سمة هذه الدابة للمؤمن، ولهذا قال: ولا يبقى مؤمن إلا نكتته أي الدابة بعصا موسى نكتة بيضاء فيضيء لها وجهه. ولا يبقى كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود لها وجهه، سنسمه على الخرطوم. وهذا فيه أن معنى مكالمة الدابة على نوعين: إما حديث وخطاب كما هو صريح الآية، خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة أبي تنبئهم، وفي قراءة يحيى ابن سلام تحدثهم، أو أنها تكلمهم أي تسمهم كما في قراءة ابن عباس: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تجرحهم وتسمهم. قال: حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق أي بعد خروج الدابة وبعد وسمها المؤمن بسمة في وجهه والكافر بسمة في وجهه، فيقول الكافر للمؤمن: بكم يا مؤمن وبكم يا كافر؟ ثم تقول الدابة، وهذا أمر زائد، أنها تحدث الناس في من تطلع عليهم فتبشرهم بالجنة: يا فلان أنت من أهل الجنة وأنت من أهل النار. وهذا في قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة إذا خرجت وطافت الأرض تموت، وبموتها تنقضي هذه الآية العظمى والكبرى من آيات الساعة. كيف صار خروج الدابة آية؟ لأن الله أجرى العادة الكونية أن الدواب بهائم لا تتكلم ولا تتحدث، وهذه الدابة فيها معجزة، فيها آية أنها تكلم الناس وتحدثهم وتخاطبهم، ولا يهرب منها هارب ولا يطلبها طالب أي من سرعتها، فهي تحدث الناس وتكلمهم وتسمهم. وهذه هي الآية في خروجها عن مألوف ما خلقه الله جل وعلا من الدواب والبهائم. نعم. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها في القرية يعني مكة، ثم يكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في أهل عندك. ثم يكمن أو ثم تكمن بالياء أحسن الله إليك؟ لا، الأظهر أنها بالتاء نسبة إلى تأنيث الدابة، تخرج في البادية ثم تكمن، أحسن الله، أي تختفي.
وتغيب عن العيون ثم تظهر مرة أخرى. نعم أحسن الله إليك. ثم تكمل زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك، فيفشو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها في القرية مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شتى، ويثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله تعالى، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق، وتشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر اقض حقي، وحتى إن الكافر يقول يا مؤمن اقض حقي. نعم هذا الحديث حديث أبي داود الطيالسي في مسنده، وأبو داود الطيالسي هو من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام مسلم، وقد رواه أيضا الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا الحديث حديث حذيفة هو من أصح الأحاديث الواردة في تفصيل الدابة، أما حديث ذكر الدابة ففي صحيح مسلم، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها وذكر خروج الدابة على الناس ضحى. ذكر الدابة في حديث حذيفة ابن أسيد مجمل، لكن ذكرها تفصيلا من أصح ما جاء فيه هذه الرواية عن حذيفة التي رواها الطيالسي أبو داود في مسنده، ورواها الحاكم في مستدركه. قال حذيفة رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة، وفيه أن ذكر الدابة تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة، كما سبق نحوه في ذكر الدجال، فقال: مما قال فيها لها ثلاث خرجات من الدهر، أي تخرج الدابة 3 مرات. المرة الأولى متى؟ تخرج في البوادي، والمراد بالبوادي الأماكن البعيدة في البدو، فإذا خرجت في البوادي لم يسمع بها أهل المدن، ولا سيما هذه القرية يعني مكة حرم الله، ومكة من أسمائها أنها أم القرى والبلدة والبلد الأمين، ومكة وبكة والمسجد الحرام والبيت العتيق، نوع الله جل وعلا في الوحي أسماء مكة، لماذا؟ لشرفها وعظيم مكانتها. وخذوا قاعدة: كل شيء تنوعت أسماؤه في الوحي وتعددت دل على مكانته وعلى شرفه وعلى علو مكانه. هذه مكة عددنا لكم قبل قليل 6 أسماء ولها غيرها. المدينة لما كانت شريفة تنوعت أسماؤها، فهي المدينة وطيبة وطابة ودار الهجرة ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة لما كان يوما عظيما
مهيبا جاء له في القرآن أكثر من 30 اسما، فهذا التنوع في أسمائه يدل على شرفه. ولما كان الله جل وعلا أكمل من كل شيء وأكبر من كل شيء وأشرف وأعظم من كل شيء، كانت أسماؤه الحسنى كثيرة لا نعرف لها عدا. أنزل علينا في الوحي كم اسما؟ 99 اسما، ولله أسماء لا نعلمها، ولله أسماء استأثر بعلمها من شاء من خلقه، علمها بعض خلقه، ولله أسماء استأثر الله بعلمها. ولهذا في دعاء الهم والغم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. مما استأثر الله بعلمه أسماء لا نعلمها، مما علمها بعض خلقه اسم الله الأعظم. ولهذا تميز أهل الكتاب في علمائهم أن فلانا منهم يعرف اسم الله الأعظم، وهذا بلعام بن باعورة. من بلعام بن باعورة؟ تعرفه؟ تعرفه أنت؟ من هو؟ ها؟ اللي جاب العيد. بلعام بن باعورة جاب العيد. بلعام بن باعورة مثل ما قال أخونا هو الذي ذكره الله في ألف لام ميم صاد الأعراف، بالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بلعام بن باعورة هذا كان أعلم أهل زمانه بالتوراة، حتى ذكر بعض المفسرين كابن كثير وابن جرير أن بلعام بن باعورة يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، ويعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى. وكانوا إذا جاهدوا وقاتلوا طلبوا من بلعام أن يدعو الله باسمه الأعظم لينتصروا. هذا مما خص الله جل وعلا به بعض خلقه بمعرفة أسمائه. ولكن هذا الشقي البعيد الطريد لم يثمن هذا العلم، وبالتالي عظمت عقوبته، فكان أقبح وصف جاء لأهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم وصفوا بلعام بن باعورة. مثله الله بمن؟ بالكلب. الله يعزكم والحاضرين، إن تحمل عليه يلهث أي يدلغ بلسانه أو تتركه يلهث، مع أن الله شبه أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالحمير التي تحمل أسفارا، تحمل على ظهورها الكتب ولا تنتفع بها، تحفظ كتب الله في صدورها ولا تعمل به، كما في آية الجمعة: وأيهما أخبث الحمار أم الكلب؟ أيهما أخبث بأفعل التفضيل؟ الكلب. الكلب أخبث وأنجس، لأن الحمار ركبه من؟ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وكان لحم الحمار في أول الإسلام جائزا، وعرق الحمار طاهر وريقه طاهر، أما الكلب فعرقه وريقه نجس، وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن نغسله كم؟ 7 مرات، أولاهن بالتراب.
إذن هذا دليل على أن من عباد الله من يؤتيه الله علم الاسم الأعظم. طيب، لما كان الله أعظم من كل عظيم صارت أسماؤه لا حد لها سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مكة لها أسماء، خروج الدابة الأول في البوادي فلا يسمع بخروجها أهل القرية وهي مكة. قال: ثم تكمن، أي الدابة، زمنا طويلا، أي مدة طويلة يكمن ذكرها وتخفى، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك الخرجة فيفشو ذكرها في أهل البادية ويسمع بذكرها أهل القرية، يدخل ذكرها هذه القرية يعني مكة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة. المساجد كلها محرمة لأنها بيوت من؟ بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد بيوت الله، أين بيوت الشياطين؟ الأسواق. ويا للعجب، كيف أن من الناس من أحب الأسواق وتعلق قلبه بها والمولات وثقلت عليه المساجد. أحب مساجد الله وأعظمها على الله حرمة ما هو؟ المسجد الحرام، خيرها أو خيرها وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام، وهذا فيه دليل على فضل مكة على غيرها من البقاع حتى على المدينة، كما سبق تقريره في قول جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة. من قال إن المدينة أفضل؟ الإمام مالك ذهب إلى أن المدينة أفضل، والصحيح أن مكة أفضل من المدينة مع اشتراكهما في الفضل. قال: بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، أي في مكة، خيرها وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام، لم يرعهم، أي لم يفجأهم، إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. من التي ترغو؟ هذه الدابة. والرغاء أيها الإخوة هو صوت الدواب من الإبل، صوت الإبل يسمى رغاء، كما أن صوت البقر يسمى صياح، وصوت الغنم يسمى ثغى، لكن يطلق على الجميع أنه رغاء. وهذا وجه من قال إن هذه الدابة هي ناقة أو فصيل من ناقة، لأن التي ترغي هي الناقة، لكن في لغة العرب صوت البهيمة يسمى رغاء، سواء الناقة أو غيرها، وهي دابة كما سمعتم، لا يرع الناس، لا يفجأهم، إلا وهي ترغو، أي لها صوت بين الركن والمقام. ما المراد بالركن أنت؟ الركن اليماني. الجواب غلط. ما المراد بالركن؟ الزاوية، زاوية سيدي بن عيسى. أي زاوية إذن؟ ها؟ المراد بالركن الركن الأشرف والأكرم، أفضل أرحاء الكعبة، المشتمل على الحجر الأسود. الركن هو المشتمل على الحجر الأسود بين الركن والمقام، يعني في الجهة الشرقية من جهات الكعبة، لأن المقام، مقام إبراهيم، كان ملتصقا بالكعبة، وتحدر إلى موضعه هذا إثر السيول في عهد عمر رضي الله عنه. ترغو هذه الدابة بين الركن والمقام، يفجأ الناس ذلك،
قال تنفض عن رأسها التراب كأنها إنما خرجت من ذلك المكان أو خرجت من مكان قريب وأقبلت والتراب على رأسها تنفضه بين الركن والمقام. قال فارفض الناس منها شتى، ارفضوا أي هربوا وشردوا وتفرقوا عنها شتى إلى كل الجهات، ويثبت عصابة من المؤمنين في مكانهم لا يخافون منها، دل على أن هذه الدابة إذا خرجت يفرق منها الناس أي يخافون منها وينزعجون منها، فهي آية مخيفة لهم إلا المؤمنين، إلا الصادقين في إيمانهم، إلا المتبعين للسنة فإنهم لا يخافون منها. قال إلا ويثبت عصابة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله تعالى بها، فبدأت بهم، لن يعجزوا الله أي أنهم مهما هربوا لن يعجزوا الله جل وعلا أن تلحقهم هذه الدابة، فدل على أنها تصيب منهم خوفا لكنها تكون عاقبتها عليهم طمأنينة وأمنا. قال فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري، وهذه فيها أنها تكلمهم وتسمهم، كيف؟ بالعصا التي معها وهي عصا موسى. ثم ولت في الأرض، دبت في الأرض وهي سريعة لا يدركها طالب، من طلبها ولحقها لا يدركها لسرعتها، ولا ينجو منها هارب، من هرب منها فإنه لا يسبقها وإنما تلحقه، ودل على أنها تعم أهل الأرض أو أكثر أهل الأرض حتى تسم هذا بسمة وهذا بسمة. قال صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة. ما معنى يتعوذ الرجل منها بالصلاة؟ أنت معنى ولا سرحت؟ لا، معنى أن الرجل يتعوذ منها بالصلاة يريد أن يتجنبها فيكبر يصلي، وهو في الأصل لا يصلي، فاتخذ الصلاة حيلة، كما أن الطالب البليد إذا لم يراجع درسه اشتغل بمسح السبورة، فقال الناس عذر البليد ماذا؟ مسح السبورة، وهذا عذره ليتقي هذه الدابة أنه يذهب يتقي منها بالصلاة. قال حتى إن الرجل ليتعوذ منها من الدابة بالصلاة، يتعوذ يعني يتقيها، فتأتيه الدابة من خلفه وتقول يا فلان الآن تصلي، لما لم تصلي قبل ذلك؟ دل على أنها تعلم علما علمها الله إياه، وهذا في عظم هذه الآية أنها ليست بهيمة لا عقل لها، ولكنها تعرف وتكلم وتميز بين المسلم وغير المسلم، ثم تقبل عليه إذا جاءته من خلفه، تقول الآن تصلي، ثم تقبل عليه أي تأتيه من وجهه فتسمه في وجهه بسمة تليق به، ثم تنطلق. إذا تم ذلك وعرف الناس المؤمن بوصف الدابة له بوصف الإيمان، فيضيء وجهه، وهم في ذلك أنواع، أكملهم من وجوههم كالكوكب الدري المضيء، وتسم الكافر بسمة هي ظلمة في وجهه، وتختمه بخاتم سليمان على خرطومه، عندئذ يشترك الناس في الأموال، عرف المؤمن من الكافر، عرف الصالح من الطالح، ويصطلحون في الأمصار، أي أنه يفشو فيهم الأمن والأمان وينتفي فيهم الحرب،
يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول يا كافر، لا يعرف اسمه، وإنما عرف أنه كافر بوسم الدابة له. يا كافر اقضي حقي، أدني حقي الذي لي عليك بيعا أو شراء أو دينا أو أمانة. وحتى إن الكافر يقول يا مؤمن، عرف أنه مؤمن بوسم الدابة له وبكلامها له، اقضي حقي يعني أعطني حقي. دل ماذا؟ دل على أن هذا وهذا لا يعرفان كل منهما اسم صاحبه، اسم الآخر، فيتنايان بوصف الإيمان ووصف الكفر بناء على وسم الدابة. نعم. وقال أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد. قال أبو القاسم البغوي. البغوي بدل من أبي القاسم. نعم. وقال أبو القاسم البغوي وأخبرنا علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي. عن فضلي أو فضيل عندك؟ فضيلش. بالياء. إيه. نعم. عن فضيل بن مرزوق الرقاشي، وسئل ابن معين فقال ثقة، عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخرج الدابة من صدع في الكعبة كجري الفرس 3 أيام لا يخرج ثلثها. نعم. هذه الرواية رواها أبو القاسم ابن مسعود البغوي الإمام الشافعي صاحب التفسير، تفسير القرآن. ما اسم تفسيره؟ معالم التنزيل، وهو من التفاسير المسندة. روى في تفسيره في آخر سورة النمل على قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. روى فيما روى من الآثار هذا الإسناد، قال: أخبرنا علي بن الجعدي عن فضيل بن مرزوق الرقاشي وهو ثقة، سئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة، عن عطية العوفي عن ابن عمر. وعلة هذا الإسناد هي عطية العوفي، فإنه ضعيف، وعطية كثيرا ما يروي عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، فهذا الأثر فيه ضعف. لماذا ساقه الشيخ هاهنا؟ ساقه للاعتبار به، لأن فيه لفظ جاء في الآثار الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، فهذا موقوف على ابن عمر، قال: تخرج الدابة من صدع في الكعبة. أصل الصدع الشق، دل على أن الكعبة تصدع، كجري الفرس 3 أيام لا يخرج ثلثها، يعني أنها تنازع في الخروج، فينتبه لها من في الحرم 3 أيام وهي تنازع، لا يخرج منها إلا الثلث، لا يخرج منها إلا الثلث. وهذا فيه أن خروج الدابة هو من الحرم، قيل من الصفا، وقيل من بئر زمزم، وقيل من ما بين الباب ما بين الركن والمقام، وقيل من صدع من أصداع الكعبة. وعلى كل حال أصح الأحاديث والآثار أنها تخرج في خرجتها الأخيرة في المسجد الحرام، وقبلها في البوادي، لكن لا يكون لها ذكر. أما خروجها الذي تنتشر بعده وتطوي الأرض فهو ابتداء من أين؟ من المسجد الحرام. نعم. ولمسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلم بن مجلز وعنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. عندك مسلم بن مجلز؟ إيه. نعم. أظنها عند مسلمة بن مخلد، عند مسلمة ابن مخلد. أحسن. هذا الذي في إسناد مسلم لهذا الحديث. نعم. أحسن الله عمل. ولمسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال عبد الله رضي الله عنه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق،
وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له ابن شماسة: اسمع ما يقول عبد الله رضي الله عنه. اسمع ما يقول عبد الله رضي الله عبد فاعل ما يقول. اسمع ما يقول عبد الله رضي الله عنه. فقال عقبة رضي الله عنه: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله رضي الله عنه: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها كمس الحرير، لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي وافقه عليه عقبة بن عامر الجهني. سؤال: ما علاقة هذا الحديث بالدابة؟ ها يا زول، أنت قف واقف، قم واقفا. كيف يا زول؟ كيف واقف؟ ما علاقة هذا الحديث بالدابة؟ ها؟ علاقته أنك رقدت. اجلس. ها؟ ما علاقة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بالدابة؟ نعم. ها؟ اليهود؟ ما فيها ذكر لليهود. منين جبت اليهود؟ ها؟ ليس في الحديث ذكر لليهود. ها؟ ما علاقة هذا الحديث بالدابة؟ أصبر. ها؟ 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 ايه، ليس لهذا الحديث علاقة بالدابة إلا ما جاء في وصف هذه الطائفة الناجية المنصورة الثابتة الظاهرة على الحق، والدابة لا تضرهم. ومر معنا أنه يثبت عصبة من المؤمنين، فهذا علاقة الحديث. وكذلك أراد المصنف أن يختم هذا الكتاب بذكر أحاديث الطائفة المنصورة، لكنه لم يبوب عليه بابا ينبه إليه. جاء في حديث مسلم بسنده عن عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هل قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرفعه إلى رسول الله، فيكون هذا الحديث موقوفا، لكنه موقوف له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل الاجتهاد والرأي، هذا علم غيب، وهو قوله رضي الله عنه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأن الله يميت المؤمنين بما يبعثه من الريح الطيبة في آخر الزمان. قال: وهم، أي شرار الخلق الذي تقوم عليهم الساعة، شر من أهل الجاهلية. شر من من؟ من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية بلغ شركهم الحضيض الداني، بلغت جاهليتهم مبلغا عظيما في الشر والكفر. وسأضرب لذلك بثلاثة أمثلة يتضح فيها شر أهل الجاهلية. فأما في باب التوحيد فقد بلغوا أدنى الدركات. كيف ذلك؟ يتخذ أحدهم إلها من تمر يعبطه،
يعجن التمر حتى يصور منه صنما ثم ينصبه يعبده، فإذا جاع ودقه الجوع أكل من؟ أكل ربه الذي يعبده. مثال ثاني، يسافر الأعرابي الجاهلي في سفر، فإذا نزل في منزل اتخذ 4 أحجار، أما 3 فيجعلها أثافي لقدره، يعني مركب لقدره، والحجر الرابع ينصبه يعبده. ما الفرق بين الرابع وبين 3؟ إلا ما في مخ، ما في عقل. هذا لما بلغته العرب في جاهليتها. عمرو بن الجموح كيف آمن؟ اتخذ صنما، وقيل جلبه من الشام، فكلما جاء وإذا أولاده يأخذون الصنم ويلقونه في المزبلة مع النجاسات والقاذورات، فيغضب ويأخذ هذا الإله الصنم فيغسله وينظفه وينصبه، مرة وثنتين وثلاث، ثم تفكر قال: رب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كيف أعبده؟ فكان هذا من توفيق الله له إلى الإيمان. وآخر جاء والثعلب صاعد على ربه الذي يعبده الصنم يبول عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وش يصور لكم هذا؟ شر ما فيه أهل الجاهلية من الشرك. وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل الرياعي النهدي، قالوا عاش 120 سنة، 40 منها في الجاهلية و80 في الإسلام، وقيل 80 في الإسلام و80 في الجاهلية، 160 سنة. يقول عبد الرحمن بن مل الرياعي أبو عثمان النهدي: جاءنا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج. أين رمل عالج؟ رمل عالج أينها؟ إيش؟ في اليمن؟ لا، ما هي بلما اليمن، والله العالم من قلبك في اليمن أنت. يقول أبو عثمان: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. أين عالج؟ مكان معروف لكن تغير اسمه الآن، ولا معروف، بقعة رملية عظيمة، ليس الربع الخالي. الربع الخالي تسمى عند العرب بالرملة، ولكنها صحراء النفود الكبير، شمال حائل وجنوب دومة الجندل، عمقها 350 كيلا، طولها من الشرق للغرب 1100 كيلو، هي رمل عالج. سماها المستشرقون بماذا؟ بالنفود الكبير. الرمل ليس فيه جبال وليس فيه حجارة. يقول عبد الرحمن أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته، إلى ناقته، فيحلبها على الأرض، الرمل لونه أحمر، فينزل عليه الحليب، ولونه إيش الحليب؟ أخضر، صح؟ حليب وش لونه؟ ما في ذلك شك أن لونه أزرق، لونه أبيض، فينزل هذا الحليب الأبيض على هذا الرمل الأحمر فيشهب وييبس، فلا يزال أحدنا يعبد هذا المكان اليابس ما دام قاطنا فيه.
لما فيه أهل الجاهلية من حضيض داني في التوحيد في باب الظلم. أظلم الناس أهل الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض ويكسب بعضهم إبل بعض وأولادهم ونساءهم في علاقتهم مع النساء. أما المولودة الموؤودة فتدفن حية وتقتل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والنساء يتوارثونهن لا يرثن وإنما تورث. إذا مات الرجل وله نساء ذهبنا في ملك الابن الكبير، جاهلية جهلة. وبعث الله إليهم بهذا النور وهذا الخير على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو: وشرار الخلق في آخر الزمان شر ممن، وهم شر من أهل الجاهلية، أي أنهم يعودون إلى كفر شر من كفر الجاهلية، وإلى عوائد وظلم وتعدي وبغي شر مما عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعرفون الله، يحجون هذا البيت، يصومون، يصلون، يدعون الله في الشدائد وحده، وفي الرخاء يشركون معه غيره. أما الناس في آخر الزمان شرار الخلق فلا يعرفون الله ألبتة، وهم شر خلق الله عز وجل. قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، أي لا يجيب دعوتهم، لا يجيب دعوتهم. فبينما هم كذلك، يعني مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو يتحدث، قدم عليهم عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن بن شماسة: اسمع ما يقول عبد الله، كأنه مستغرب له. فقال عقبة: هو أعلم، أي أنه ثقة صادق أعلم منا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، وفي رواية يقاتلون على أمر الله. ما أمر الله؟ دينه وتوحيده وعبادته. يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. قال عبد الله: أجل. فصدق عبد الله عقبة رضي الله عنهم. وهذا فيه أنه مع كثرة الفتن واضطرابها وادلهامها واستحكامها يزال في الناس بصيص أمل، ويزال فيهم بريق هدى في هذه البقية الباقية من عصابة مؤمنة باقية على الحق. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها عصابة دل على قلتهم، ومع قلتهم لا يضيرهم كثرة مخالفيهم، وهم طائفة يزيدون وينقصون بحسب الزمان والمكان. ما شأنهم؟ ثابتين على الحق، قائمين به، حاكمين فيه، مستقيمين عليه، يقاتلون في سبيل الله على الحق الذي عندهم. يريد الناس أن يفتنونهم عن دينهم فلا يقبلوا، صدق عند اللقاء وثبت على إيمانهم مهما عظمت عليهم المغريات والملهيات والصوارف. لا يزعم على الحق ظاهرين، يقاتلون على أمر الله أي على دينه وتوحيده، يقهرون عدوهم، لا يضرهم من خالفهم بكثرته ولا بقوته ولا بعدته حتى تأتيهم الساعة. طيب، جاء
فيها روايتان، حتى تأتيهم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، فإن المراد بأنه يأتي أمر الله، أمر الله هو الموت في الريح الطيبة التي يبعثها الله فتقبض أرواح هؤلاء المؤمنين، هذا أمر الله كما جاء في حديث النواس بن سمعان وفي حديث عبد الله بن عمرو وفي أحاديث غيرها رضي الله عنهم. طيب، في قوله حتى تأتيهم الساعة، لأن هذه الريح تكون قرب قيام الساعة، أما الساعة نفسها فلا تقوم، وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم في الأرض إلا أهل الكفر والشرك، أطبقوا على أهل الأرض، ليس فيهم مؤمن موحد، قبضت تلك الريح أرواحهم. قال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسكي، أي أنها طيبة كما جاء في حديث النواس، فيبعث الله ريحا طيبة، معنى طيبة أنها كريح المسك، أي لها عطرة، مسها كمس الحرير، أي أن هذه الريح أثرها على أجساد المؤمنين لين كما في مس الحرير، لا تترك نفسا أي روحا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، فهي خاصة بقبض المؤمنين، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذه الطائفة والعصابة هي طائفة واحدة غير مفترقة ولا متنازعة، إنما ثبتت على ماذا؟ على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هجيراها قال الله قال الرسول، منهجها منهج محمد بن عبد الله وأصحابه رضي الله عنه، يثبتون مع قلة الموافق وكثرة المخالف وعظيم المناوة. ولهذا سئل عنهم الإمام أحمد: من هذه الطائفة الناجية؟ لأنه في حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة على كم؟ 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، وفي رواية: هم السواد الأعظم، في رواية ثالثة: قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال تلميذه الإمام أبو عبد الله البخاري: هم أهل العلم، أي العلم بالشريعة. قال الفضيل بن عياض أو القاضي عياض: هم أهل السنة والجماعة، الذين ثبتوا على هذا الدين ولم يتغيروا بتغير الناس. كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن تكون من هذه الطائفة والعصابة؟ بالعلم، العلم الموروث عن الله في كلامه القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. من كان من أهل العلم بهذين الوحيين وعمل بعلمه فإنه سيكون معهم، أما إذا قدم على الوحيين آراء الرجال، أذواق الناس، اتباع الطوائف والأحزاب والفرق، فهذا ما برأ الله نبيه منهم في آخر الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين واحد لا يحتمل التفرق ولا التشرذم ولا التقسيم، دين واحد، منهج واحد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزاب وطوائف وجماعات، لست منهم في شيء، برأ الله نبيه ومنهجه منهم. ثم قال: إنما أمرهم إلى الله، هذا وعيد وزجر وتهديد، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، يحاسبهم بما كانوا يفعلون، يحاسبهم بفعلهم وعملهم وما نسبوه إلى دين الله وهو منه براء، إما تعصبا أو جهلا
أو تكسبا في الدنيا. طيب هذه الطائفة ذكر في الأحاديث أنهم ثابتين على الحق، ظاهرين، يجاهدون، ينفقون، قد تكون هذه الصفات في مجموعهم، فمنهم المجاهد، ومنهم العالم الفقيه، ومنهم المحتسب، ومنهم الأمير، ومنهم المعين والظهير، ومجموع هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، كل من كان بهم أليق فهو إلى هذه الطائفة ألصق. وضحت يا أخواني؟ نعم. وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من رواية حماد بن سلمة عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، عن مطرف، وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي ابن صحابي، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما. والحديث فيه عن عنعنة قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة إلا أنه يدلس، لكن هذا الحديث جاء له شواهد صحيحة في الصحيحين وفي غيره. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق، وفي رواية يقاتلون أي يحاربون، ينابذون، يعادون، لأنهم ثبتوا على دينهم. وهذا ظاهر الآن، المستمسك بالسنة يقال له سني، المستمسك بالعقيدة والتوحيد يقال له وهابي. لماذا؟ معاداة له وتنفيرا منه. يقاتل على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. مع من يقاتل المسيح؟ مع المهدي ومع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أي أنه ثبت على دينه، استقام على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعلم وعملا، بعلم وعمل صالحين صحيحين، حتى يؤيدهم الله. فمنهم من قضى نحبه ومات، ومنهم من صبر وبقي، ما بدلوا تبديلا. كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: هم أهل الشام، أي أن هذه الطائفة التي لا تزال ظاهرة على هذا الدين تكون في آخر الزمان أين؟ في بلاد الشام، بلد الملاحم بين المسلمين وبين أعدائهم. وإمرة المهدي وإن بويع له عند الكعبة لكنه ينتهي في جهاده إلى الشام، وهناك سينزل عليهم المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. قال البيهقي: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحيحة. لو نقف على كلام البيهقي لأنه يتعلق بانقضاء الدنيا، وهذا نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة المغرب. نعم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يوجد في مكة الكافر والمؤمن عند خروج الدابة؟ نعم، الكافر المستخفي، فإن الذي لا يصلي كافر، والذي يدعو الأموات والغائبين والصالحين والمقبورين صرف حق الله بالدعاء لغيره، وهذا كافر وإن كان يصلي عند باب الكعبة. الساحر والكاهن كلاهما كافر. المنافق الذي أظهر خلاف ما يبطن في دين الله هذا كافر،
ولهذا مرنا في حديث الدجال أنه يأتي المدينة وعلى نقبها ملائكة تمنعانه من دخولها، فيذهب فينزل في ملتقى أوديتها في أرض سبخة ذات ملح يقال لها الجرف، ويضرب رواقه فترتجف المدينة كم؟ 3 ارتجافات، فيخرج إليه أي إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. نعم، لا يجوز أن يدخل المدينة أو مكة كافر، لكن إذا كان رق الدين وضعف في آخر الزمان حتى أتى ما يوجب الردة وهو باق في المدينة يزداد إثما على إثمه. ولهذا الدابة تسم الناس بوسم الإيمان والكفر حتى في المدينة وفي مكة، فضلا عن بقية أرض الله جل وعلا، والله أعلم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى معالم الحج في غير موسم الحج أي مزارات مكة؟ ومن قال لك يا أخي أن في مكة مزارات؟ لا يلعب عليكم سائق التكاسي والحافلات، ليس في مكة مزار إلا هذا البيت. نعم، نبيكم صلى الله عليه وسلم قدم مكة معتمرا 3 مرات وحاجا مرة، قال: يلا يا الصحابة أوريكم غار حراء. هل ذهب به مفرجهم عليه؟ ها، أنا أسأل سؤال أجبه. النبي اعتمر 3 مرات وحج مرة واحدة، كم مجموعها يا زول؟ طيب، لما جاء إلى مكة ما قال يا الصحابة يلا أوريكم جبل ثور أفرجكم عليه، خلنا نوريكم إلى منى وعرفات ومزدلفة تشوفونها؟ لما لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يفعله دل على أن الذهاب إليه بقصد العبادة في غير وقتها بدعة، مع أنه كان يذهب إلى غار حراء قبل أن يبعث. ما قال للصحابة يلا أوريكم إياه. لاحظتم هذا المعنى؟ لتعرفوا كيف أنه يلعب على الناس وهم لا يشعرون، يتركون العمل الصالح والبقاء في الحرم فيتعبون أنفسهم بالصعود للجبال. جبل ثور، جبل حراء، غار حراء في جبل النور يحتاج 2 ساعة حتى يصعد عليه، ما كلفنا الله ذلك. هذا إذا سلم من السقوط أو سلم من الاعتقاد الردي بالتمسح بالغار أو بالصلاة فيه، وكل هذا غير مشروع. واضح يا أخواني؟ إذن مكة ليس لها مزارات إلا ما عظمها الله. ما الذي عظمه؟ هذه الكعبة، الصفا والمروة بالسعي بينهما فقط. لو ذهب يريد أن يسعى نافلة ما صح إلا في نسك حج أو عمرة. الذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة خاص بالحج دون العمرة. إذن لا نبتدع شيئا في ديننا لم يشرعه الله، حتى لو من باب الفرجة. لو كان في الفرجة على هذا خير لنا في الدين لبينه لنا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يقول: هل بركة ماء زمزم هل بركة ماء زمزم مقتصرة فقط في الحرم؟ الجواب: لا، في الحرم وفي غيره. ولهذا لو حمل زمزم من مكة وذهب بها إلى أقصاء الدنيا بقيت لها بركتها. وبركة زمزم أيها الإخوة أنها طعام طعم وشفاء سقم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: بقيت في الحرم 40 ليلة لا أطعم إلا من زمزم، وانتفخت من الشحم، ما أكل لا دجاج ولا لحم ولا كباب ولا مشاوي، إنما على الزمزم 40 ليلة حتى
انطق من الشحم. إذن هو طعام طعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شفاء سقم، ماء مبارك جعله الله عز وجل شفاء من الأسقام، شفاء من الأسقام. وجاء في الحديث أنه ماء مبارك معين، أي لا ينضب، هذا معنى معين، لا ينضب، مبارك فيه البركة. وجاء أيضا فيما رواه أحمد وغيره ماء زمزم لما شرب له، أي أن من نوى عند شربه، من نوى وهو يشرب ماء زمزم شيئا يحصل هذا الشيء. ذكروا أن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح البخاري في أعظم الشروح فتح الباري كان يتمنى وهو يشرب ماء زمزم أن يؤتيه الله علما في الحديث فوق علم شيخه الحافظ العراقي، فأوتي علما في الحديث أعظم من علم الحافظ العراقي، لمن قوي بالله يقينه وعلق بالله أمله وظنه فإن الله يحقق له مراده، والله أعلم. وهو ليس خاص فقط في شربه في مكة، حتى لو حمله معه، ويجوز أن يهراق الماء في الحمامات يغتسل به، يجوز كذلك الماء المقروء ولا إشكال في ذلك. ما حكم الصلاة بغير القلنسوة أو بغير غطاء على الرأس؟ الصلاة في هذا صحيحة، يجوز أن يصلي من غير أن يستر رأسه، وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى معه المسلمون وهم محرمون حال إحرامهم في عمرهم وفي حجهم. وهل كان النبي مغطيا الرأس ولا كان كاشفة؟ كان كاشفة، لكن الأفضل، الأفضل أن يستر رأسه في الصلاة وفي غيرها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له عمامة يعتم بها، ليست عمامة خاصة بالصلاة، في الصلاة وفي غيرها، والله أعلم. يقول: أنا أعاني أحيانا بضيق شديد في الصدر وشلل في الجسم وعرق، وأحس أن أجلي قد اقترب، فأسأل الله أن يطيل عمري حتى أرى أولادي يكبرون، فهل هذا سوء أدب مع الله جل وعلا لأن الأجل لا يؤخر؟ أما هذا الإحساس الذي تحسه فهو راجع إلى نفسيتك أنت وما فيها من القلق والاضطراب والخوف من الموت، فيورثك ذلك خوفا ووجلا، ثم ينعكس على أطرافك بما تتوهمه من الشلل والعرق إلى آخره. هذا الخوف يورث هذا وغيره. وأما سؤالك الله أن يطيل عمرك فإن الدعاء بطول العمر وحده مكروه شرعا، الدعاء بطول العمر وحده، اللهم أطل عمري، الله يطول عمرك يا طويل العمر، هذا مكروه شرعا. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيح من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني يعني أطل عمري حتى أتمتع بهم، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بهذا فقال: يا أم حبيبة، إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمار مقسومة، يعني الأمر العمر لن يزيد ولا ينقص، ولو سألت الله أن يقيك من عذاب القبر وعذاب النار لكان أفضل. فإذا دعا الإنسان يدعو بما ينفعه. قالوا للإمام أحمد
أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه، عمري هو عمري. متى يجوز الدعاء بطول العمر؟ إذا كان معه حسن العمل. الدعاء بطول العمر على الطاعة. خيركم من طال عمره وإيش؟ وحسن عمله، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. يعني إذا كان في الحياة وفي البقاء وفي طول العمر خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، والله أعلم. كم باقي؟ كيف نرد على من يستدل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيقول: يجوز أن يكون القبر في المسجد؟ من قال إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقد أعظم على رسول الله الفرية، وأعظم عليه الكذب، واتهم أصحابه بأنهم خالفوا أمر نبيهم، لأن نبينا هو الذي نهانا، وعظم ذلك علينا أن نجعل القبور في المساجد. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ماذا؟ خمسة أيام، صح؟ الجواب خطأ، خمس سنوات. اللهم صل على محمد، كثيرة، بخمس ليالي، لأن الخمس مذكرة والليلة مؤنثة، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. تقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي في مرض موته، وكان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، لأنه في سكرات الموت تصيبه الحمى فيحتاج إلى الهوى، فقال وهو كذلك في أشد ما يكون نصحا لأمته وشفقة عليهم وخوفا أن يدركهم ما أدرك من قبلهم، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. لما؟ ما العلة؟ ما السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا، وألا أداة حظ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ينهانا مع أنه لعن من فعل ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، أي النهي واللعن، لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز قبره صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. مات عليه الصلاة والسلام الموتى التي كتبها الله على بني آدم، وفجع المسلمون أعظم فجيعة بموته، طاشت لها العقول واضطربت لها القلوب. اختلف الصحابة أين يدفنونه، فقال بعضهم: ندفنه في المسجد، وقال بعضهم: ندفنه عند المنبر، وقال بعضهم: ندفنه في البقيع، وقال بعضهم: ندفنه في مكان بارز. كل يأتي باجتهاده. فجاءهم الصديق بالفرج وبالجواب القاطع: لم يدفنوه في المسجد ولا عند المنبر، لأنه لعن من فعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لما اختلفوا أين يدفنونه، قدم الصديق رضي الله عنه لما علم بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل باب المسجد وعمر واقف يرعد ويزبد: من قال إن محمدا مات
قطعت عنقه وسيرجع رسول الله ويقتل من يقول ذلك. تركه أبو بكر ثم دخل على حجرة عائشة والنبي مسجى مغطى بكسائه، فكشف عن وجهه ثم قبل ما بين عينيه، أي قبل جبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. طبت حيا وميتا، لم يكن الله ليجمع عليك الميتتين. ثم سجاه وخرج، وعمر يرعد ويزبن، يرعد ويزبد رضي الله عنه. فرقى أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما رآه الناس إلا انصرفوا إليه وتركوا عمر. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التوحيد، هذا صدق الإيمان، هذا رسوخ العلم عند مذل همات الفتن. هل هناك أعظم من رزية فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ثبت الصديق عندئذ: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية التي يحفظها الصحابة في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضي الله عنه يحفظ الآية، لكن طاش عقله منها عند هذه المصيبة والرزية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى، أي سقط عمر على ركبتيه. قال الصديق بعد ذلك لما اختلفوا أين يدفنونه، فقال: قائل بالمسجد، وآخر عند المنبر، وثالث في مكان بارز، ورابع في البقيع، وغير ذلك. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فرفعوه وغسلوه وحفروا ما تحت سريره ودفنوه في موضعه. أين كان هذا الموضع؟ في حجرة عائشة، وحجرة عائشة بجوارها 8 حجرات، مجموعها كم؟ 9. هل الحجرات بما فيها حجرة عائشة داخل المسجد أو خارجه؟ خارجه. إذن لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. والصحابة اختلفوا، لو كان الشأن في أفضل بقعة لدفن بين المنبر وبين المحراب الذي بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة، لكن نهانا عن ذلك ولعن من فعله حتى مضت 100 الأولى. وسع المسجد عمر رضي الله عن عمر، وسعه عثمان ورضي الله عن عثمان، وجاء آخر 100 الأولى فوسع المسجد الوليد بن عبد الملك الأموي، وأدخل الحجرات في بناء المسجد، فأنكر عليه أبناء الصحابة هذا الفعل وشنعوه في عينه، لكنه أبى، حتى إنه قال لأبان ابن الصحابي الجليل عثمان بن عفان، قال: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد، أي التوسعة، هل توسعتي خير ولا توسعة أبيك عثمان؟ فقال له أبان ابن عثمان رضي الله عنه، أبان ابن عثمان بن عفان وكان عالما: يا أمير المؤمنين، بنينا المسجد بناء المساجد،
وبنيته بناء الكنائس. كان أمير المدينة وقت الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، فأراد دفع ذلك فأبى الوليد، فجعل على القبر 3 جدر: جدار حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدار بقية الحجرات 8 مع 9، وجدار ثالث خارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة حيث يموت، ودفن معه صاحباه ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. يقول: أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على معالم التنزيل البغوي، وفيه تأويل لبعض الصفات. تفسير البغوي تفسير عظيم، معالم التنزيل في تفسير القرآن، وثناء شيخ الإسلام عليه لأنه روى فيه الأحاديث المسندة، فهو داخل في منهج التفسير بالمأثور. وفي الجملة تفسيره جيد، لكن بعض المؤاخذات لا يسلم منها أحد، ومنها بعض التأويل للصفات، وليس هذا داخل في ثناء شيخ الإسلام على غلطه، بل ممن نبه على هذا الغلط في التأويل في الصفات شيخ الإسلام ابن تيمية، فالثناء منصرف لغير هذه الملاحظات في تأويل بعض الصفات، والله أعلم. ما الفرق بين اليهود والنصارى؟ الفرق عظيم، فإن اليهود آمنوا بعيسى بموسى وكفروا بعيسى عليهما السلام، والنصارى آمنوا بعيسى وبموسى لكنهم كفروا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الكتب السماوية؟ الكتب السماوية التي نعلم منها 5: صحف إبراهيم وقد ذهبت، والتوراة على موسى وقد غيرت، والزبور على داود وقد غيرت، والإنجيل على عيسى وقد بدلت، والذي بقي منها ناسخ مهيمن عليها، ناسخ له ومهيمن عليها هو القرآن العظيم، والله أعلم. هل الملتزم خاص بالحج أم أنه في كل وقت؟ الملتزم في كل وقت، في الحج وفي غيره، في الحج وفي غيره، لأنه جاء فيه أثر الصحابي الجليل عمرو بن العاص أنه قال: هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات. وهذا ليس خاص بالحج أو بالعمرة. يقول: عرف لنا أحكام المسح عند الركن اليماني. البيت الكعبة المعظمة لها ركنان ثابتان، وهما الركنان اليمانيان عن يمين الكعبة، عن يمين الباب. الركن الأول فيه الحجر الأسود، والثاني فيه الركن اليماني. أما الأركان الشامية فليست حدا للكعبة، لأن قريشا لما انهدمت الكعبة في وقتهم بالسيل العرم بنوا الكعبة، واشترطوا أن يبنوها بمال حلال، وأكثر مكاسب قريش من أين؟ المكاسب المحرمة، فقصرت بهم النفقة وحطمت، فلم يستطيعوا بناء البيت على قواعده، فوضعوا على الجهة الشمالية هذا القوس يسمونه بالحطيم، لأن نفقتهم حطمت أي نقصت عن إكمال بنائه، فكان بهذا الركنان اليمانيان من البيت، والشاميان لا يحدان البيت كاملا. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستلم أركان البيت كلها، إنما استلم إيش؟ الحجر الأسود والركن اليماني.
أما الركن اليماني ففيه سنة واحدة استلمها النبي بيده من غير تقبيل ومن غير إشارة ومن غير تكبير، لم يكبر لما مسح يده بالركن، ولم يقبله ولم يكبر عنده. أما الحجر الأسود فللنبي فيه ست سنن: الأولى أنه استلمه وقبله ووضع جبهته وخده عليه كالساجد عليه، هذه سنة. السنة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله. السنة الثالثة أنه وضع عليه خده وجبينه. السنة الرابعة أنه استلمه بيده ولم يقبل اليد، استلمه بيده استلاما من غير تقبيل. السنة الخامسة أنه استلمه بمحجن معه لما طاف طواف الإفاضة على ناقته القصواء وقبل المحجن، قبل العصا. السنة السادسة وهي المتيسرة الآن أشار إليه إشارة بيده من غير استلام ولا تقبيل، وإنما أشار إليه قائلا الله أكبر. هذه سننه عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في شأن الحجر الأسود. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.